اول حاجه اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في قناه صهيب بركات. ورجعنا لكم تاني بس بموضوع جديد، حاجه خاصه بناس كلها بتحلم بيها ونفسها تبقى ممثل مشهور. معاكم النهارده صهيب بركات، ممثل معروف مع نجوم كتير، مثلت من 2011، خدت ورش تمثيل كتير. اول درس هديه لكم في التمثيل ازاي تتحكم في مشاعرك. ازاي دلوقتي لو المخرج طالب منك مشهد درامي او مشهد لازم تعيط فيه، اول حاجة بتدرسها ازاي؟ بتدرس ايه الشخصية، الشخصية دي طولها ايه، لبسها ايه، قرايبها ايه، بيتعامل مع الناس ازاي، وبعد كده بتتقمص الشخصية من جوه. تعال نتعايش مع بعض الشخصية في دور واحد حزين هيحكي لكم على مأساة حصلت له في حياته، ده طبعا اللي هيمثله انا. فهنشوف مع بعض المشهد ده وانا قدامكم حاليا، تعالوا شوفوا معايا ايه اللي هيحصل لما اجهز الشخصية. ادي لنفسك 5 ثواني وبعد كده ننطلق في شخصية الحزين. هو انا عملت ايه؟ انتوا فاكرينها سهلة كده ان انتوا تدوسوا على الواحد من جوه وتكسروه عادي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، احنا كل يوم بنموت، كل يوم بيتداس علينا بالتراب والناس بتدوس علينا ومش شايفانا اساسا، محدش شايفنا من جوه حقيقي، محدش شايفنا ولا حاسس بينا ولا عارف احنا عايشين ازاي ولا بنموت ازاي ولا بناكل ازاي ولا بنشرب ازاي. يعني ايه نفسية تعبانة؟ يعني انا مجنون، الناس كلها شايفة ان انا مجنون. طب ليه انت شايفيني مجنون؟ عشان بص بقى، دي الشخصية تفصل بقى بسرعة، دي احلى حاجة في التمثيل، تفصل في ثانية عن الشخصية التانية بتاعتك وترجع شخصيتك الحقيقية. دي بقى حاجة من الشخصيات اللي انا مثلتها قبل كده كتير جدا، هي الشخصية اللي انا كنت بعمل كاستنج او اوديشن بيقول لي جسد لي اعمل لي شخصية حالا، او ما اعمل له شخصية وفي لحظة اطلع من الشخصية، فكان الناس بتسقف لي فعلا. ده اللي احنا هنقدمه بإذن الله على القناة بتاعتي، وهحاول أقدم اسكتشات تمثيلية من ناس أنا بشتغل معاها وبشتغل عليها عشان يوصلوا للمرحلة اللي احنا فيها دي. وزي ما شفت في أفلام كتير أنا عاملها على القناة، وفي أفلام مش معروضة على القناة بتاعتي، هسيبها لكم في الديسكريبشن تحت وهسيبها لكم في البطاقة. بس أهم حاجة لازم تعرف يعني إيه تجسيد الشخصية، يعني إيه الكادر، يعني إيه راكور، يعني إيه رول كاميرا، يعني إيه ممثل محترف، فرق ما بين الممثل السينما وفرق ما بين الممثل المسرح، كل ده هنشرحه مع بعض بدرس درس وبالتفصيل. بس أول حاجة وتاني حاجة تاني هديها لكم إزاي تكون مجرم قاتل. اوريكم المشهد ده انا مثلته قبل كده قدام مخرج مش عايز اقول اسمه ايه، وهو خدني في الدور، بس الحمد لله الفيلم لحد دلوقتي لسه ما اتعرضش الحمد لله، يعني بس يعني مستنيين الحمد لله العرض بتاعه. فهمثلكم شخصيه واحد اناني قوي وما بيحبش غير نفسه، عمل حاجه ما حدش يتوقعها. تعالوا هوريكم هو عمل ايه في شخصيه راجل خاين. اقول لكم حاجه، تعالوا نشوف المشهد. ايوه قتلتها، ايوه قتلتها، انا كنت لازم اقتلها عشان ما تفضحنيش، تروح تقول للناس كلها ان انا بخونها، خنتها مع صحابها ومع دي ومع دي، الناس تبص عليا ازاي بعد كده وتقول ده فلان، انا شخصيه لازم الناس كلها تعتز بيها، مش اي حد يعرف ان انا راجل خاين او راجل عميل، لا لازم كانت تموت عشان سري يدفن معاها. اكتشفت السر ازاي؟ مش عارف، انا كنت حريص قوي انها ما تكتشفش، بس كان صعب ان هي تكتشف الموضوع ده. وطبعا دي كانت شخصية، بس انا طبعا اقتبست منها مشهد صغير جدا من الشخصية اللي انا عملتها، انا عملتها طويلة 5 دقايق قدام ضابط، واحد بيعترف قدام ضابط وهو خلاص في انهيار تام. دي شخصية من الشخصيات برضو اللي انا مثلتها. في شخصية تانية ممكن امثلها لكم، بس بإذن الله في الحلقة الجاية نقدم لكم شخصيات اكتر واكتر، وازاي تدرس على نفسك وازاي تشتغل على نفسك في التمثيل،
خش واقرا كتب كتير في التمثيل، خش واقرا كتب في التمثيل المسرحي، التمثيل السينمائي، عشان تعرف يعني ايه ممثل. وفي اخر الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، وهسيب لكم فيديو كنت عامله من 2018 في اخر الفيديو ده برضو بمثل فيه شخصيه من الشخصيات. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، وبعد ما نشوف الفيديو مع بعض نقول لكم حاجه اخيره. لما شكيت أساسا فيها كانت غريبة، كانت بتغشني. 5 سنين جواز وهي قلت على إيه طيب دلوقتي بعد ما شفتوا الشخصيه دي شخصيه انا كنت بمثلها، نفس الشخصيه دي بالظبط، بس كان مونتاج قديم، وكنت بتعلم ساعتها ورشه مع استاذ شادي خطاب اللي هو تلميذ يوسف كمال رزق، كان بيديني ورشه تمثيل، وده كان مشهد كنت بعمله له. طبعا بعد ما اتفرجنا على كل ده ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناه سوايب بركات للتمثيل والترندات والثقافه، كل حاجه هنتكلم فيها مع بعض. وشكرا لكم، وكان معكم سوايب بركات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.